السلام عليكم اخوتي وحبابي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كنتمنى ان الله تكونوا مكملين بكم بخير وعلى خير وفي الصحه والسلامه نتوما الاهل والاحباب ديالكم. اليوم توصلت بهذا الكلام عند واحد المتتبعه فقول له لي خدتك في الفيديو ديالي وشكرا لك بزاف. التبعه ديالي من الناظور، كنقول لها شكرا بزاف من الناظور واللي خدتك عليا الحبيبه ديالي، وباقا ما حليتوش قلت المشاهدين ديالي. وخليكم معايا حتى نحلوها ان شاء الله يا ربي، وحنا نكتفوش نكتفوش خليكم معايا. وريحانه نايضه القراش اللي كتجيب لي كنا نصور كنت في الاوض. خليكم معايا الفيديو نبداو نحلوها ان شاء الله يا ربي. ودابا جينا عندنا واحد الضيفه هو السلام عليكم جميعا اخواتي، لاباس عليكم بخير؟ كتكونوا مزيانين؟ وفيديو جديد مرحبا بكم عندنا معنا كما العادة هدايا كتاكيف ديالي ريحانة. ريحانة هيا ياس. كنشكروها شكرا لك بزاف بزاف. لا خصك الفيديو ديالي انا باغي نعرف شنو كاين. باقي مشدود باقي ما حليناش. وتحية خاصة من الجزائر خوتنا وحبابنا اللي كيدعمونا وديما كيسقسيو لينا والكومنتات ديالكم دايما كيوصلنا. وتحية خوتنا المغاربة والجالية المغربية فيما كانت. وخليكم معايا تبدا المساحة هذاك ان شاء الله. دابا هدايا روحي دغيا. ايوا بسم الله بسم الله يا ربي بسم الله. هدايا كتجر هدايا كتجر بسم الله على مكتب سي ربي. كاين حتى الطريبش هذا عارفين كنت ديالتي كاين حتى
عينات انا هذا الطبيب هذا عاجبني فني ون تسخوني نخوض ولا فني كان عاجبني هدايا صراحه الله جدادي وفني فني وهذا كسواش كابوت هدايا صراحه الله سخون هذا كابوت وقيلايا هنا عندنا نثبت هذا عنده هذا تاوي هذا شوف سنين سنين بزاف ما كنقولوا شكرا للحبيبه ديالي ولا هذا خطي هذا سنين والله شوف 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 مريم انا راه معنا ها شوف صات شوف 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 هذا
كاينه جوج ديال القهوات كاينه هاد كيكة وبيمول الريحانة والهداية هذا انا كنحتاج هادو الصراحة انا هذا الصراحه الله كنحتاجهم بزاف حيت كتجيني ديك قرحه المعده شكرا لك الله خد هذا الصابون هادي فن شو ايوا صافي 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 ما جيبش صافي كل شيء ما لبس يعني خاصه نوريهم خاصه ملي كنوا هيدا يا ريحه فرحانه يلا نجمو دابا المهم الخوت نودعو الناس شكرا لكم بزاف اختي شكرا للناس اللي كيتبعونا اي بلاصه تحيه للناس الجزائر خاصه اللي كيدعمونا بزاف ونبيلة الله خاطر نقول لكم شكرا يا خوتي اللي خطيكم وما نساوش ليا لايك ليكم زوينه وحتى الكومنت ليكم الصحه الله اللي كيحفزونا وكيشجعونا وانا نقول لكم شكرا لكم بزاف وحتى الفيديو ديما ان شاء الله السلام عليكم.